نحييكم مشاهدي العراقية الرياضية أينما كنتم، ويسرنا أن نكون معكم وحلقة جديدة من برنامج جولة رياضية الذي يأتيكم من الناصرية. حلقتنا لهذا اليوم راح نتابع من خلالها بطولة محافظة ذي قار للفئات العمرية بالشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد الفرعي في المحافظة للعبة، والتي سيتأهل من خلالها الأبطال للمشاركة في بطولة نهائيات العراق التي ستقام في وقت لاحق في أربيل. تابعونا. الكابتن علي فرحان أمين سر الاتحاد الفرعي في محافظة ذي قار للشطرنج ومنظم البطولة أيضا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبكل كادر قناة العراقية. كابتن، هدف الاتحاد الفرعي من إقامة بطولة لهذه الأعمار تحديدا؟ نعم، بناء على توصيات الاتحاد العراقي المركزي على كل اتحاد فرعي إقامة هذه البطولة لتأهيل كل فئة لاعب واحد ممثل محافظة في بطولة العراق. البطولة التي قيمها تحت شطرنج ذي قار للفئات العمرية دون 6 سنوات و8 سنوات و10 سنوات و12 عام و14 عام. البطولة مسجلة رسمي في تحت شطرنج العراقي. يرشح كل فئة لاعب واحد لتمثيل هذه المحافظة في بطولة العراق التي ستقام في محافظة أربيل للفترة من 20 إلى 23 هذا الشهر. عذر المقاطعة بس حتى يكون شرح حضرتك واضح بالنسبة للي تابعنا، أنه أعمار من 6 سنوات إلى 14 سنة مشتركين في البطولة، بالتالي هذه الأعمار راح تقسمونها داخل البطولة حتى كل عمر راح يكون من عنده بطل. نعم، هذه حسب التوجيهات والتقسيمات حسب منهاج الاتحاد الدولي للشطرنج، لأن هذه الفئات مقسمة حسب تطوير المهارات العقلية للطفل، فما من الممكن اليوم أنه يتجارى عقل 6 سنوات مع 14 عام لاختلاف العمر وكذلك الفارق السن في التعليم وكذلك المستوى التعليمي للعقل الطفل. طيب، كم فئة راح تكون؟ يعني 6 سنوات فئة و نعم. طبعا 6 سنوات اللي هي 5-6 فئة، 7-8 فئة، 9-10 فئة، 11-12 فئة و13-14 فئة. يعني 5 فئات. نعم، 5 فئات عمرية. نعم، ثابتة. يرشح الذكور وأناث، يرشح لكل فئة لاعب واحد. البطولة مثل ما عرفنا كانت مفتوحة لكل من يرغب بالمشاركة. طبعا البطولة مفتوحة لكل أبناء المحافظة. هذه البطولة طبعا يرعاها اتحاد شطرنج ذي قار. اتحاد شطرنج هو المسؤول على مستوى تنظيم البطولات للمحافظة. البطولة مفتوحة لجميع الأعمار ومجانية للجميع. نعم، مجانية لجميع الأعمار لكون حتى يكون داعمة لهذه الرياضة لما يخص مستقبل محافظة ذي قار ومستقبل العراق في البطولات العربية والآسيوية. نعم، من خلال الجولات اللي جرت قبل قليل للاعبين واضح أنهم رغم صغر سنهم لكنهم متمرسين. نعم، لديهم اطلاع وتجربة بالشطرنج. تجربة كبيرة، وأكثر اللاعبين هم مشاركين في بطولات العراق، فتحس أنه كثير من اللاعبين يمتلك خبرة كبيرة من خلال اللعب بين قطع الشطرنج وكذلك الوقت الساعة الوقت المنظم لهذه البطولة. تحس هناك خبرات متراكمة، ما تحس أن هذه اللاعبين هو مستقبل للمحافظة، وهذا اللاعب الأمل كبير أن نحصل على من هذا خلال لاعبين بطولة العراق. كل بطولة تعودنا أنه تقام بنظام معين، فأكيد اختاريته نظام أيضا يلائم الأعمار. نعم طبعا، أكيد النظام اللي يلائم طبعا البطولة الرسمية الكلاسيك لجميع الفئات العمرية، وهذا طبعا هو شيء إيجابي لكون هذه الفئات العمرية سوف تلعب نفس نظام بطولة العراق، وهو نفس نظام بطولة العرب اللي راح تجري حاليا في عدد الدول العربية. طيب، استهدافكم يعني قنوات التواصل مع هذه الأعمار يعني يعتمد فقط على أنه تنشرون خبر لإقامة البطولة؟ أنا قصدي ممكن التنسيق، طالما أنه إحنا في بداية العطلة الصيفية، التنسيق مع المدارس، إدارات المدارس لفتح المجال أمام من يرغب من الطلبة والتلاميذ أن يشتركوا بهذه البطولة. الصفة الرسمية هي السوشيال ميديا طبعا اللي نشر الإعلانات، لكون في الوقت الحالي يتمتع الطفل بكثير من المهارات. هناك من يتعلم الألعاب الفرقية، هناك من يتعلم الألعاب الذهنية في الوقت الحالي دخلت جديدة على هذه الأطفال. اليوم هنا ننشر الإعلان ونشر إعلان مجاني من أجل استقطاب وموهبة اللاعب. موهبة اللاعب يجب أن تكون نسبة الذكاء عالية، لأن هذه اللعبة تتطلب مهارات عالية ونسبة ذكاء عالية للطفل. نعم، أنا أتمنى أن تكون عندكم قنوات تواصل مع هذه الأعمار، مع العوائل خلينا نقول، لأن هو مثل ما تحدثنا قبل قليل مع الكابتن فرحان أنه العوائل هي يكون تشجيع ذاتي بين العوائل، بين الأب وأبنها على هذه اللعبة. نعم، هذه طبعا الآن في الوقت الحالي مثلا على سبيل المثال مركز الناصية تعليم الشطرنج هناك جروبات على الواتساب
للعوائل عن طريقها يتم التواصل عليها، كذلك تطبق نفسها هي على جروب الأسرة الشطرنجية اللي هو الخاص بجروب واتساب اتحاد الشطرنج، وهذا ما يكون تواصل سهل والتواصل مع اللاعبين وعوائلهم. معي الآن الكابتن فرحان نصير نائب رئيس الاتحاد المركزي للشطرنج، أهلا وسهلا بك كابتن. يا أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم احنا ببطولة للفئات العمرية، اغلب الموجودين صغار في السن جدا، وبالتالي يحتضنهم الاتحاد الفرعي من خلال هذه البطولة الجديدة على المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، خطوة موفقة لاتحاد شطرنج ذي قار باستيعاب الطاقات الصغيرة للفئات العمرية من عمر 6 سنوات الى عمر 14 سنة، استعدادا لبطولة العراق للفئات العمرية التي تقام في اربيل الأسبوع القادم. هذه الفئات هي العناصر الواعدة لتطوير اللعبة، لتعزيز مكانة اللعبة في المحافظة، لنشر اللعبة أيضا بالأوساط العوائل الشطرنجية. الشطرنج هو أغلب عوائل، يعني مو بشكل، لأنه كل أب عائلة هو اللي يعلم أبنائه ويعلمه، بالإضافة من يريد صقل الموهبة وصقل يعني هذا اللاعب هو من خلال الاتحاد. أكو مدربين معتمدين، مدربين دوليين جيدين عندنا، هم يمارسون صقل هذه الموهبة وتطويرها نحو الأفضل. قصدك عبرا أنه الاستهداف هذه الأعمار، بالتالي استقطاب العوائل اللي يكون حتى يكون التشجيع على اللعبة تشجيع ذاتي داخل العائلة. نعم، هو بالتأكيد هو التشجيع من العائلة، التشجيع من العائلة والتطوير الفني للعبة من خلال الاتحاد. الاتحاد عنده مدربين، عنده لاعبين جيدين، منتخبات وطنية، هم يقومون بإعداد هذا الفنياً. العائلة دعمها لأولادهم بناتهم حتى يطورون قابلياتهم، لأنه تعرف الشطرنج هو صفة متلاصقة مع الرياضيات، يعني مع الذكاء الطفل، هو الممرن للعقل البشري، هو الشطرنج هو جوهرة العقل البشري. رياضة فكرية، رياضة يعني ذهنية هي، يعني العمل مالها هو متلاصق مع العمل الدراسي. يعني الطالب اللي ما يكون متفوق بدراسته بالتأكيد ما يصلح أن يكون لاعب شطرنج، لأنه الشطرنج هو ذكاء، والذكاء اللاعب المتطور. وكأزة إحنا لاعبين المنتخب الوطني عندنا دكاترة بي 3، السابق كانوا 4 دكاترة مهندسين، يعني فكل الطبقات العليا بالمجتمع هي تلعب شطرنج. يعني هي رياضة هادئة ذهنية تنمي العقل والإمكانيات الفكرية. نعم، الشطرنج هو الفعل، يعني العنصر الفعال لتنمية الطاقات البشرية، تنمية القابليات البشرية، القابليات الذهنية، مرتبطة بعلم الرياضيات، والرياضيات هي علم، فبالتأكيد الشطرنج هو علم وبالإضافة هو رياضة. يعني فإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. طبعا بالتأكيد هي خطوة أولى نحو استهداف هذه الأعمار، بالتأكيد تتبعها خطوات للمستقبل. شنو المناهج أو الخطط المعدة؟ نعم، الاتحاد وضع خطة عمل من خلال منهاج دولي ستيب باي ستيب لتدريب هذه الفئات. تدريب هذه الفئات هو استعداد للمستقبل. يعني احنا اذا عندنا اليوم 10 لاعبين، غدا راح يصيرون 20 لاعب، وتطور اللعبه وابد تبدا في تطور ولن تموت ما دام هناك عناصر بشريه موجوده وهناك طاقات موجوده واحده، فبالتاكيد راح يكون هناك تطور، وهو هذا كله من اجل رفع سمعه المحافظه. كابتن، انت من اللاعبين او نقول من العائله الشطرنجيه الذيقاريه، يعني من زمن طويل، فبالتالي يعنيك تطور اللعبه واستمرارها بالمحافظه، فبرايك هذه الخطوات من قبل الاتحاد الفرعي، من قبل حضراتكم، بان تقام بطوله للفئات العمريه تخدم رياضه الشطرنج بالمحافظه؟ نعم. اول مره بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناه العراقيه لهذه التغطيه الاعلاميه، ونشكر الاتحاد الفرعي لهذا النشاط المميز. الحقيقة تقسيم الفئات العمرية بهذا الشكل، اختلاف العقليات واختلاف مستوى التفكير راح يعني ينعكس إيجابيا على المستوى العلمي للاعب. فلذلك كل فئة وحدها، هاي فئة 10 سنوات، تحت 12، تحت 14، تحت 16 سنة، هذول راح يواجهون أقرانهم بنفس الفئة العمرية، فلذلك يعني المستوى الفكري متقارب،
فلذا هذا يخدم الحركة الشطرنجية، يخدم مستوى اللعبة يعني. وخطوة إقامة البطولة بالنسبة للشطرنج بشكل عام راح من شأنها أكيد أنتم تنتظرون كلاعبين أنه يخرج من هذه الأعمار لاعبين جدد، دماء جديدة للشطرنج. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، حقيقة شيء مميز هذا جاي يقوم به الاتحاد الفرعي يعني بشكل خاص، والاتحاد العراقي بشكل عام أنه ينمي حركة الشطرنج بهذه البطولات، بطولات الفئات العمرية. أنا أشوف حضرتك من بدأت الجولات أنت تنتقل من طاولة إلى أخرى، دورك في البطولة؟ دوري في البطولة حقيقة هم شوية مستوى معلوماتهم بقوانين اللعبة قليل، فأنا علي أن أوجههم يعني هو بهذه هي صحيح بطولة لتحديد الأبطال، لكن هم لازم يعرفون قوانين اللعبة ويعني خلينا نقول يتعمقون بها، يعرف أنه هذا صحيح وهذا الغلط، فأنا جاي أوجههم من خلال أقول له هذا صح هذا غلط، هذا إيش اسمه، هذا أنت تتعاقب عليه، ممكن أن تخسر هنا ممكن أن تفوز هنا. يعني شلون خلينا نقول كيف يتعامل اللاعب مع الطاولة مع الرقعة مع الساعة، هاي تفاصيل أتأكد عليها. هاي جاي أنا أكد عليهم، أنت لاحظت هذا الشيء، ممنون منك أستاذ. نعم يعني هم أعمارهم صغيرة فبالتالي يجوز ينسى أنه لازم يأشر بالساعة ويلعب بكلتا اليدين، وهذا ما مسموح بالقانون، لازم إيد واحدة يلعب بإيد واحدة، وهاي هواي أمور يعني التتش موف، القطعة اللي تلمس لازم تلعب، هم بعدهم صغار السن، فعلينا شوية شوية نعلمهم القوانين بالتدريج. نعم وهي أشياء مهمة، يعني هو مشترك ببطولة عليه أن يطلع بفائدة. بالضبط بالضبط، مو بالضرورة يكون أول. نعم. يكون متمرس. أها متمرس، وتكون إلى هذه إذا ما فاز فهو تجربة إليه، ممكن أن يفوز لاحقا يعني، يكون جاهز لي أن يشترك ببطولة. نعم بالضبط. طيب ملاحظة أنا أشوف أغلب البطولات اللاعب يسجل خطواته، اللاعب. نعم. والرسيل. نعم. نعم. اليوم ماكو. اليوم الحقيقة احنا تلافينا هذا لأن ضيق الوقت، يعني الوقت عشر دقائق، يعني ما مسموح به بالقانون الدولي، ما مسموح تسجيل يعني النقلات، يعني ممكن أن تغض النظر، وهم أعمارهم أكو أعمار بعدهم ما متمرسين على التسجيل. اي هذا شوية غضينا النظر احنا، يعني نتيجة العمر يعني، مو يعني هي بطولة تحتاج تسهيلات كبداية. نعم نعم، كتسهيل، كنوع من التسهيل، هو المفروض يعني المفروض يسجلون الأعمار 14 سنة المفروض يسجل يعني. مع الآن الكابتن سلمان أحد حكام هذه البطولة، أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك كابتن، حياك الله كابتن. ملتقين في عدة مناسبات وأنت حكم لبطولات سابقة. نعم. اليوم أنت حكم لبطولة بأعمار صغيرة. نعم. فبالتالي يرادنهم تعامل يختلف عن البطولات حسن. الأخرى، فنريد نعرف تعامل الحكام. نعم. مع هيك أعمار هو الهدف أنه يتمرسون على اللعبة، يتمرسون على البطولات. نعم شكرا جزيلا لقناتكم الجميلة، طبعا هذا سؤال جدا جميل. الشطرنج هو تعلم حال طريقة تعلم بالمدرسة، فهي خبرة، تبدأ الخبرات من صف أول شلون تعاملوا وياهم، صف ثاني وهكذا، فالمراحل العمرية اللي هي الأشبال والبراعم احنا يعني عندنا الخبرة الكافية في طريقة التعامل معهم، في تعليمهم انه في مثلا اخطاء في تتش الحركه، انه اللمس وغيره، فهاي تتراكم عندهم، تصير خبرات تراكميه بالمستقبل، والبطولات اللي يتاهلون لها هو تصير عنده خبره شويه شويه، فالتعامل يكون حسب العمر وحسب الفهم وعلى يعني مقدره العقليه، لكن الجميل انه راسا يتعلم، يعني عندهم سرعه بالتعلم. طيب في هذا والحكم يتعامل بقانون، فبالتالي مطلوب منه ان يكون حدي، لكن مع هذا العمر اكو مرونه. نعم. نوع المرونه. نعم. لان انا جاي اشوف حضرتك والاخوه الاخرين انه طريقه الشرح القانون اثناء الجيم، يشرح القانون للاعب شلون ينتبه على حركه ايده، ما يلعب بكلتا اليدين، الساعه، التوقيت. نعم. نعم صحيح، فعلا هذا الامر هو جدا مهم بالنسبه للقانون، هو القانون قانون، لكن احنا نعمل بروح القانون وليس القانون، فدائما نحاول انه اثناء احنا وقوفنا والتحكيم انه ننطي المعلومه هاي على ما هي تبقى راسخه بذهنه، في حاله انه تكررت هاي الحاله هو ما يسويها، واحنا ناهله يعني في مرحله تاهيل هم حاليا هاي البطوله اللي سويناها، وان شاء الله يتاهلون البطوله باربيل، ان شاء الله يقدمون مستوى، وهذا اللي احنا نترجاه. احد زملائك شفت على احد الطاولات انتهى الجيم بفوز احد اللاعبين. نعم. فبالتالي كل لاعب يحب اللي يفوز. نعم. فالرسيل اللي خسر اللقاء كان يعني بطلع. مجدود شلون انا خسرت، فالحكم شرح له انه الجيم انتهى عليك بهالطريقه. صحيح، هذا الاسلوب هو يعني الفوز والخساره، تدري الروح المعنويه، وهو هذا العمر دائما طبعا الفوز هو طعمه جميل. نعم. لكن انت من تنطي الاسباب وتشرح له شوي راح تخفف عنه وتتعلمه انه اللعب فوز وخساره، علمناه انه يستفاد من خسارته على مود يفوز بالجوله القادمه. وبالنتيجه كلها تحب تفوز، لكن في النهايه يكون هو هناك بطل واحد. طبعا اكيد اكيد، هو الافضل، اللي هو اللي راح يترشح وهو اللي راح يتأهل،
وان شاء الله يمثلون محافظتنا جميله باجمل ما يكون. واذا كان اكو فوز حقيقي فلرياضه الشطرنج في محافظه ذي قرب بشكل عام هو الهدف الاساسي. احنا اعدادنا اعداد بطل، هذا الهدف الرئيسي، اعداد بطل، كثره التمارين والتدريبات اللي نسويها ناهل بطل من عمر يافع. البطل صناعه بطل هو الهدف الاساسي انه فنختبرهم ونصفيهم ونطلع واحد اثنين، هذا كسب انه. معي لي في هذه الدقائق ولي امر احد اللاعبين المشاركين في هذه البطوله. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا كل المرحبا. اعرف بحضرتك حامد لويز مخالف. ابنك مشترك في البطوله فبالتالي انت موجود داعم لابنك. داعم ودعم للرياضه، وشيء مفرح انه تنتشر هاي الرياضه بالناصريه اللي يعني اطفال وبراعم انه يتقدمون بالبطوله نحو الاحسن نحو الافضل بالعطله الصيفيه، وشيء يعني مفرح من اتحاد الشطرنج انه داعم لهم بهاي الفتره. طيب ابن حضرتك ايش قد يبلغ من العمر؟ 12 سنه، مواليد 2013. نعم. هذه اول مشاركه له؟ اي اول مشاركه، بس ابن اخوي لا ثاني مشاركه. اذا يعني هناك مثل ما تحدثنا مع الاساتذه بدايه انه يكون الثقافه على هذه اللعبه عائليه يعني. اي هو عائليه لان اخوي يعني لاعب شويه احسن مني انا، لا حتى هاوي إيه. نعم. بس ابن اخوي لا يلعب شو اسمه. نعم. وشلون تشوف مستوى ابنك اللي بداية الطريق؟ لا ابني بالبدايه لا، بس بدا يعشقها وهي ابن عمه، يعني ابن عمه اصغر منه. نعم. بس بدا يحفزه والمشاركه ويعلم على النقلات انا بالنسبه لي يعني لا. لا انت داعم، انت داعم وبالتاكيد هذا الدعم هو اللي راح يخلق من ابنك ان شاء الله مستقبلا. بالعكس يعني احنا نشجع عليه، وهي رياضة للعقل يعني احسن من باقي الرياضات الاخرى، يعني هي تنمي العقل شغل الاحسن يعني باللعبة، بها تفكير وبها خطة وبها انه شلون يهزم الخصم. طبعا هي الحقيقة الكل يعرف انه هاي الرياضة هي رياضة جميلة ورياضة ممكن تخدم كل الفئات العمرية. رياضة الشطرنج ممكن اللاعب يبتدي بها من الطفولة وما بها عمر محدد. نأمل انه بهاي البطولة الفئات العمرية نأمل نقدم لاعبين جيدين اللي هم يخدمون المحافظة ويمثلون المحافظة في أربيل ان شاء الله. ان شاء الله هذا الشهر القادم اللي ما يطلعون اوائل ممكن نسقلهم مره ثانيه، ممكن نستفاد من عندهم في البطولات القادمه، ممكن نهيئهم وندربهم اكثر في سبيل انه ان شاء الله في الاستحقاقات القادمه يمثلون المحافظه، مو فقط الاوائل، الاوائل هم لهم الحصه الاكبر، لكن احنا ان شاء الله عازمين محافظه ذي قار على اظهار عدد اكبر من اللاعبين الفئات العمريه اللي هم يخدمون المحافظه والعراق بشكل عام. الحمد لله كانت بطولة حلوة والمشاركة كانت جميلة، وإن شاء الله هدفي يكون الأول على مدة تأهل بطولة العراق باربيل. أطمح أن أفوز بهاي البطولة إن شاء الله، في إن شاء الله حتى أروح المحافظة أربيل، المحافظة أربيل حتى أمثل ذي قار. هاي بطولة عادية تقريبا للفئة العمرية الصغيرة، ها من 14 سنة إلى 5 سنوات، أي وتعتبر الوقت مالتها 10 دقائق و 20 ثانية. شو المستويات البيئة؟ مستويات يعني من ضعيفة إلى متوسطة. طيب. إيه. استفاديتهم من عدها أنتم كلاعبين؟ كلاعبين طبعاً نستفاد من عدها، وإن شاء الله بأربيل راح ناخذ مستويات أعلى. أحب رياضة الشطرنج لأن هي رياضة العقل، تخلي العقل تشغل العقل. أبوي علمني الشطرنج. إيش تتمنى تصير؟ لاعب شطرنج، ألعب بطولات عالمية إن شاء الله. أشكر اتحاد الشطرنج لمحافظة ذي قار لهذه المبادرة، من خلال هذه المبادرة نقدر نصبح لاعبين مهمين وإن شاء الله نتأهل بطولة أربيل. أنا اللاعب علي أمجد حسين،
وحبيت الشطرنج لأن هي لعبة تعتمد على العقل وبها رياضيات وتخلي العقل يتنشط. اللاعب عباس حسين فارح لاعب الشطرنج تعلميته من الغيثار، علمنا أبوي لعبة ذهنية وتحدث العقل، وحلمي أتمنى أصير لاعب بالشطرنج. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا التي نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. حتى نلتقي وجولات رياضية أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.